إذن السلام عليكم، تحياتي لكم من حدابة بالقصدير، من هيدا شارع عبد الكريم الخطابي في اتجاه شارع فريد الأنصاري. هنا راه الأرصفة، راه هما الجزء اللي كان خصو يتصوب راه صوبوه. غالبا هذاك الجزء اللي من النخل اللي تابع للأرض غالبا، دونك البالي راهم راكبين هنايا. جي لي لي حدا لي سيد الزيتون حتى هي راه قدوها. هنا راه بداو داك التشوير، راهو ما على صرح دار لي سيد الزيتون، راه مازال كاين الكاميون ديال اللي كيصوبوا الرصيف، راهو ماشي تيديروا داك العمليه ديال تيقطعوا داك الرصيف باش يكون جواندو ديلاتاسيون. هنا على اليسرى وين يبان لكم الكاميون ديال الضو، راه كيصوب البلاط اللي من هنايا من الاكستيريور، فهاد الجهه اللي من هنايا. اللهم يسير، نتمنوا فقط نشوفوا الشارع مكتمل خلاص. وبالنسبة للشجرة حنا ندعو الشركة ولا المسؤولين أنهم يقوموا بالعملية ديال السقي بشكل يومي باش ما يموتش داك الشجر، ويسرعوا لنا يحيدوا هذا النخل هذا اللي كاين هنايا، ويزرعوا لنا الشجر بلاصتو إن شاء الله تعالى، ضروري ومؤكد. عملية ديال التبديل ديال المصابيح القديمة، هذوك الجهة ديال الطريق راه تيعاودوهم، هادو اللي في الجهة اللي كتشوف في الطريق هما اللي كيتعاودو دابا، هما راه الخدامة راه هما تيقوم بالعمل، الله يعاونهم. نتمنوا ان شاء الله تعالى يكتمل هاد الشارع هذا خلاص باش ندوزو للشوارع الاخرين.